في شاب سوري متزوج واحدة كبيرة بالعمر كتير، يعني عمرها 80 هيك شيء، يعني تقريبا هو عمره 20 سنة. تزوجها عشان بيحبها. أنا كذاب وما تزوجها عشان بيحبها، وعارفين أنتو كلكم أني أنا قاعد بكذب. تزوجها لهدف والهدف تاعه تحقق. هذا أول واحد بتزبط معه الجلتش. كتير ناس من قبل حاولوا يزبطوا هاي الجلتش وما زبطت معهم. في ناس مثلا واحد حاول يتزوج واحدة وبالآخر ما زبطت معاه، لهلأ هي عايشة مثلا العجوز الشمطاء. حالتها زي هيك، هي وزوجها، زوجها متزوجها بيستنى فيها ينقضي عليها، بس لهلأ ولا إشي صار. لهلأ هي موجودة وهياهم هلأ بدهم يجيبوا ولد، بس الولد طبعا ما بتقدر هي تجيبه لأنه هي كتير كبيرة بالعمر. في واحدة من قبل نفس الإشي تزوجت واحد كتير كبير بالسن وبالآخر هي ماتت قبله. أنتوا متخيلين؟ هي توفت قبل ما هو يتوفى، هي قاعدة بتستنى أنه هو يموت وبالآخر هو راح دفنها. المهم أنه هذا الشاب السوري زبطت مع الجلتش، زبطت مع الخطة، زبطت المهمة، والمرة هاي اتوفت. خليني أورجيكم قصته وبعدين بورجيكم الفيديو اللي بيحكي كم هو تقريبا ورث. شاب سوري عمره 19 سنة بيتزوج من مليارديرة ألمانية عمرها 76 سنة. انتشر هذا الخبر بشكل كبير خلال الفترة الماضية على منصات التواصل بالإنترنت. يا ترى شو قصة هذا الخبر؟ بالحقيقة الصورة المرفقة بالخبر بتعود لمنشئ محتوى إيطالي اسمه جوزيبي دانا، ادعى زواجه من سيدة مسنة اسمها ميلينا، وروج على حساباته على وسائل التواصل اجتماعي لقصة حب بينه وبين السيدة المسنة، ما أدى لملايين المشاهدات لمقاطع الفيديو. بعد فترة ادعى الشاب الإيطالي أنه السيدة المسنة حامل بطفل وناطر. أنا الصراحة هلأ بس شفت شكله، أول ما شفت منظره للأسف طلع فوفو بوي، فعشان هيك هو عامل كل هاي الخطة، لأنه هو فوفو بوي وما بتفرق معاه. إذا هو بيحب الشباب أكيد رح يحب واحدة مسنة زي هيك، بس عشان يوصل للهدف تاعه يلي هو أكيد رح يسكت. خلص أهم شيء الفلوس توصله. المولود من زوجته بفارغ الصبر، وهذا الادعاء أدى لزيادة شكوك متابعيه بقصته. ونهاية القصة كانت اعتراف الشاب الإيطالي بأحد المقابلات التلفزيونية بأنه علاقته مع المسنة هي علاقة مزيفة، وكل القصة مجرد خدعة لجذب الانتباه وزيادة عدد متابعيه على الانترنت. وقال ميلينا هي جدتي. كل هذا البوس اللي شفناه يا فوفو بوي، وآخر إشي بتحكي أنه هاي جدتك، شو بتحكي انت؟ يعني واضح الموضوع، واضح كل اشي. المهم طلع في ايرور بالقصة، مش هاي هي القصة، انا اسف جدا، في قصة تانية يعني، بس منيح شفنا هاي القصة عشان تشوفوا كيف انه هذا الموضوع كتير منتشر. القصة هي قصة هذا الانسان. مسنة ألمانية تهدي مفتاح منزلها الخاص لشاب سوري ناجئ ليشاركها السكن فيه بعد ان كان يقيم داخل فندق مخصص لإيواء اللاجئين. فما هي القصة؟ وسائل أعلام ألمانية تناولت قصة الشاب السوري عمر والجدة الألمانية، حيث يعيشان اليوم في المنزل نفسه رغم فرق العمر بينهما الذي يزيد عن 50 عاماً، وينتميان إلى عالمين مختلفين تماماً. المهم أنه هذا الإنسان تزوجها، نجحت الخطة تاعته من الآخر، نجحت الخطة اللي هو مستنيها، والخطة يعني هي هاي خطة جداً يعني شريرة، جداً شيطانية هاي الخطة، ومو أي حدا بتنجح معاه. كتير ناس بيحاولوا هذا الشيء، زي ما ورجيتكم هذا اللي بالبداية اللي بيحكي أنه هاي جدته بالآخر. كيف جدتك وانت قاعد بتبوس فيها كل شوي؟ يعني أنا غبشت لكم على اللقطات بس كل شوي ببوس فيها. شو قاعد بتبوس بجدتك انت هيك رايح جاي وبالآخر بتحكي هاي جدتي جدتي؟ يعني لو كانت جدتك بالعكس هيك بيصير الوضع أسوأ لإلك. لا احكي انك بتحبها ولا انك تحكي هاي جدتي وهيك قاعد بتبوس فيها. توفت اليوم زوجة اللاجئ العشريني اللي عمرها 80 سنة، أوروبية، واللي تركت له يا بعد ما توفت صدم الجميع. هذا اللاجئ العربي ما رح نذكر جنسيته مشان ما تسبوا علينا بالتعليقات، معروف عند الجميع لأنه أكثر من قناة أخبارية أوروبية عملت معه مقابلة بحكم غرابة علاقته بزوجته الأوروبية وفرق العمر الكبير بيناتهم، وكان دائما يرد على أسئلة الصحفيين بالمقابلات على أنه هو بحبها مو مشان ثروته، ولكن لفته طيبة قلبه وحنيته. والآن بعد ما توفت زوجته اللي عمرها 80 دعا المحامي ليقرأ له الوصية اللي كاتبت له إياها زوجته، وبالفعل حمل حاله وراح لعند المحامي. فتح المحامي الظرف وبلش يقرأ له الوصية اللي كاتبت له إياها. أول الأسطر عم تقول له شكرا من القلب إنك أنت فعلا حبيتني وكنت صادق مو مشان ثروتي، وكنت كل الوقت فعلا حاببني لشخصي أنا، وأنا مقدرة هذا الشيء كتير
ولأني مثلك أنا كمان ما بهتم بالماديات، قررت اتبرع بكل ثروتي لمأوى الحيوانات اللي رح يعيش فيه الكلب تبعي مشان يعتنوا فيه. تركت لك 2000 يورو تروح تزرع فيهم شجرة مشان كل ما كبرت هاي الشجرة تتذكرني. بس لهلأ ما عرفنا شو حالته للشاب بعد ما سمع الوصية. اللي بيعرف هلأ الشاب وينه وشو عم يصير معه يكتب لنا بالتعليقات. اوكي لحظة شوي، لا في جليتش مش طبيعية، يمكن ما يكون القصة هي قصة الفيديوهين اللي بالبداية انا شفتهم. انا مش متأكد 100%، بس انا لقيت بالتعليقات في واحد كاتب سوري ومن الحسكة واسمها محمد رعدون وعمره 19 سنة، فانا كبست على هذا السيرش وطلع لي الفيديو اللي ورجيتكم اياه قبل شوي. بس ما بعرف لو هاي القصة 100% حقيقية ولا لا، بس لو عن جد هيك صار فيه بعد ما يعني كل هذا اللي استناه وتزوجها وقاعد معاها هاي السنين زبطت الجليتش وبالآخر ينصدم لما تطلع له جيم أوفر بهذا السيناريو، تبرعت لملجأ حيوان وتركت لإله بس 2000 يورو. على الأقل طلعت لك يا أخوي بألفين يورو، طلعت بألفين يورو، فيعني أحسن من ولا إشي، أحسن من إنك تطلع هيك بدون أي إشي. أنا آسف جدا يا أخي، أنا هذا الفيديو والله العظيم هلأ أول مرة بشوفه كله. أنا لما أسوي ردة فعل على فيديوهات ما بحضر الفيديو للآخر وبعدين باجي بسوي ردة فعل مرة تانية، أوه بحياتي ما شفته هذا الفيديو، ما بحب هيك أسوي. أوكي فعشان هيك أنا انصدمت معاكم، أنا مش عارف لو هاي القصة 100% صح ولا لا. بحب أنا لما أسوي ردة فعل أتفاجأ معاكم، أعمل ردة فعل حقيقية، مش أعمل ردة فعل مزيفة وأنا أكون من قبل شايف الفيديو وأدرس ردة الفعل تاعتي. أوكي خليني أحكي بهاي اللقطة هاي الكلمة، مش هيك أنا زي اليوتيوبرز اللي أنتوا بتحبوهم هدول. تمام حلو كتير، اتفقنا. يلا هلأ على الموضوع اللي بعده، على موضوع هذا الشاب المسكين. الشاب هذا أنا الصراحة مش عارف هلأ شو الحالة تاعته، بس لو أنا مثلا هيك صار فيني أنا من بعدها خلاص رح أطلع من الحياة أحسن لي، وأنتوا فاهمين شو مقصد تاعي بإني أطلع من الحياة. هاخد هاي الألفين هروح أشتري فيها مسدس وبتعرفوا التكملة. حلو كتير. تمام القصة هاي ذكرتني بالعجوز الشمطاء وزوجها. العجوز الشمطاء وزوجها نفس الإشي، بس اللي صار تقريبا العكس. اللي صار انه هي يلي خلت زوجها يحبها ويتزوجها، هي عمرها فوق 60 سنة وحبته لما كان هو عمره 15. انتو بتخيلين يعني 15 سنة وهي قاعدة بتحب فيه وبتحاول تقنعه كيف يتزوجها. شكله هو بعدين اقتنع، حكى يا اخي خليني خلاص اضل معها وباخد بعدين الورثة. بس هلأ بدهم يجيبوا بيبي مع بعض وعم بينزلوا فيديوهات عن هذا الموضوع، بس البيبي كيف رح يجي؟ اكيد مش هي اللي رح تحمل لانه ما بتقدر كتير كبيرة بالسن، فخلى واحدة تانية تجيب بيبي وبعدين هاي بس تجيب البيبي تاعها وتولده، راح ياخد البيبي هو والعجوز الشمطاء ويحكوا انه هذا ابننا. والمشكلة انهم كتير متحمسين على الموضوع وبيضلهم يطلعوا يحكوا عن هاي القصة، كيف احنا جايين بيبي راح نحكي لكم الجنس تاعه بعد كم من اسبوع. ما حد بيهتم، كلياتنا جايين بس نضحك عليك انت والعجوز الشمطاء. Hello. So we're fixing to be going to the doctor in the next week and we're going to find out the gender of our baby. But we're not going to find out until our gender reveal, which is coming up in the end of June. عامل حاله متحمس كتير، دائما هيك بيعمل حاله انه هو متحمس، انه هو فرحان كتير لانه هو مع العجوز الشمطاء وبدنا نجيب هذا الطفل وناخده من امه ونحكي له انه احنا ابوك وامك نكذب عليه. ليش تكذبوا عليه للطفل يا اخي؟ حرام. يعني هلا كمان صار في حركات عند الاجانب، ما اتوقع هاي موجوده عند العرب بس عند الاجانب، اللي هو مثلا انك انت تشتري بيبي تخلي وحده تحمل وبعدين هي بس تجيب البيبي انت تاخده لإلك هيك بكل سهوله. كيف الام بترضى؟ كيف اصلا انتم ترضوا كمان انكم تاخذوا هذا البيبي من امه وتكذبوا عليه على اساس انه انتم الام والاب؟ وكيف الحكومه بترضى انه هذا الاشي يصير؟ بس هناك كل اشي بنشره للاسف. And we're also going to have the close friends tour. Our close friends tour is about to start. We need to know what locations y'all want us to come to. Because every time we have one, it's going to be brunch, it's going to be a podcast going on, special guest. And you get to meet us. Yes. ما حد بهتم، والله ما حد بهتم. هدول عن جد بيفكروا حالهم انه هم يعني ممثلين بافلام هوليوود، بيفكروا انه الناس كلهم هيك بحبوهم مستنيين اللحظه اللي يتلاقوا معاهم. او ماي جاد العجوز الشمطاء، او ماي جاد.
ما حدا بيهتم، ما حدا بيهتم. بفتح توم اند جيري وبشوفك يا العجوز الشمطاء، ما ضروري اروح على بلدة علشان اشوفك. وبعدين حتى خلينا نحكي هدول اللي بدهم يروحوا ويتلاقوا معاهم، شو بدهم يعملوا معاهم؟ شو ممكن تسووا لهم؟ يعني ما بيعرفوا يغنوا، ما بيعرفوا يعملوا اي شيء، ولا بيعطوا نصائح، هم لحالهم بدهم نصائح، فشو بدهم يعملوا هناك معاهم؟ بس هيك يوقفوا جنبهم، اوه احنا مع العجوز الشمطاء، قاعدين بيحكوا للي ما فهم انه هم بدهم يلفوا من مدينة لمدينة ويعملوا هناك زي تور، انه يروحوا لهذا المكان والناس يجوا يتفرجوا عليهم، ولا هم بدهم هناك يحكوا ويعملوا بودكاست. مش فاهم شو بدهم يسووا بالضبط، بس اللي بعرفه انه ما حد حيجي وما حدا بيهتم، الكل قاعد بتمسخر عليكم بالتعليقات. كيف لهي الدرجة واثقين من نفسهم وبدهم يعملوا اشي زي هيك؟ Then we'll be having merch there also. So let us know what cities y'all want us to come to, because we're coming. We announce our dates on June 10th. So y'all will be knowing soon. So, you know, let us know. But we're excited about this doctor appointment because we get to know our baby gender. كلنا بنضحك عليكم يا اخي والله العظيم، يا العجوز الشمطاء ويا انت شو اسمك انت ديكوان، ديكوان والعجوز الشمطاء كلياتنا عم نضحك عليكم. ما في حدا يعني جاي يحضركم ولا عملكم فولو عشان كتير مبسوط لإلكم وبحبكم كتير ومتحمس للعلاقة تاعتكم، كلهم جايين بس عشان يشوفوا الفيديو أول ما ينزل ويكتبوا لكم التعليق اللي هو فيه ميم وياخد التوب لايكس. هذا هو الهدف تاع كل اللي عملي لكم متابعة. شوفوا لي الفيديوهات اللي قاعدة بتنزلها يا عجوز الشمطاء، هاي مرة عمرها فوق 60 سنة عندها أحفاد وبتنزل هيك فيديوهات. بحسها زي كأنه هي لابسة الجلد تاعها. والله العظيم ما قصدي أتنمر، بس عن جد باللبس تاعها بيبين هيك زي كأنه هي لابسة الجلد. يمكن هي تكون حاطة إشي تحت الفستان وعشان هيك مبين أنه هي لابسة الجلد. والله ما عارف يا أخي، العجوز الشمطاء عن جد جدا جدا غريبة. وبس هذا هو الفيديو لليوم، أنا حبيت أورجيكم هاي القصة أعمل عليها ردة فعل معاكم. أنا ما كنت حاضر الفيديو بس انصدمت بعدين، مو متأكد من القصة لو حقيقية ولا لا، عشان ما يجوني بالتعليقات آه مازن هاي القصة مش لهذا اللي ورجيتنا إياه، هاي قصة إنسان تاني. أنا ما بعرف، أنا بس كتبت بس سيرش طلع لي كم من فيديو سويت عليه ردة فعل معاكم، ونشوفكم على خير، فمان الله.